احنا اعتقد وصلنا الى اللحظة الفاصلة والحاسمة. تحبوهم واحبهم، قدموا الكثير لان يكونوا او لان يكون هذا الحفل بهذا الشكل. نجمة العاشرة، في ناس كثير تعبوا لان تكون حاضرة وموجودة. هم من كانوا في ارضية الملعب، في ارض الميدان، تعبوا، قدموا كل ما يملكون لتكون النجمة العاشرة حاضرة في شعار وتيشيرت النادي الأهلي. لنرحب جميعا بمن يقودون هذه السفينة حاليا، كنز النادي الأهلي. يتفضل الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبون للصعود على خشبة المسرح والتصوير والاحتفال. يلا يا أبطال، يلا يا رجال. نجوم النادي الأهلي التي تتلألأ في سمائه وتتحرك بكل تأكيد. هذا الجيش اللي يدافع عن النادي الأهلي في الملاعب، هذا الجيش اللي تعب ويستحق بكل تأكيد. الكابتن محمود وإدارته وعدت، واليوم توفي بهذا الوعد. كل التقدير لكل النجوم ولسيد القدير سيد موسيماني على قيادته الفنية لهذه الكوكبة من النجوم. حيوا مرة أخرى بنجوم النادي الأهلي لكرة القدم. أسباب تتويبه،
بعدها سلمة بيدول الأهلي السما ودي اسمه فوق الكل وعلي النادي الاهلي لو سمحتوا خليه يتكلم بعدين ولعوا الكهرباء طبعا هو كل الشكر والتقدير لكل لاعبين النادي الاهلي حاضرين والموجودين على خشبه المسرح ولكل الاطقم الفنيه والاداريه والطبيه بكل تاكيد اليوم ايضا هو حدث تاريخي على مستوى هذا التكريم اهداء تاريخي من النادي الاهلي لم يسبقه له اي نادي في العالم الاهلي اليوم سيهدي لكل اللاعبين عمله باسم النادي الاهلي ولا يوجد نادي في العالم لديه عمله فالاهلي هو الأول في ذلك حدث ذلك في 2007 في المئوية للنادي الأهلي سيكرم اختصارا طبعا لكل ما شاء الله الأسماء الموجودة للفجر لو كرمنا كل لاعبين كرم مايسترو سيد موسيماني بهذه العملة التاريخية